دي هنا بقى سألوني على جلال أقول إيه؟ تقولي لهم جلال بيستمتع بالأجازة بتاعته في تورونتو زي أي رجل أعمال جميل، وأنا كست مصرية جميلة أصيلة جبت الأولاد عشان يشوفوا جدتهم وعيلتهم. سلام عليك يا فوقية. وتفتكري يعني انشراح كده هو يعني إيه؟ هنخلص منها كده يعني ولا إيه؟ لا عادي، هندهلزها. ده إيه؟ لا مش هنندهلها، انا صدعت. هندهلزها انا وانتي، هندهلزها سوا. هندهلزها. ثانكس فوقيه، انا من غيرك مش عارفه كنت هعمل ايه في الوقت اللي انا فيه ده. لا ولا اي حاجه، بس المهم لما تديك الورث وتاخدي الظرف تديني ظرف غير ظرف اكرم من وراه. اوكي. حبيبتي وحبيبه اوزو وبوزو. سميحه تغني للعصر. سميحه معلش ما لقيتش سحلة ولا ينسون، فعملت عصير. ما بشربش العصير. اشربي بدل ما رقبتنا تطير. تسلم ايديكي. مفيش كسر، تهتك بسيط جدا في الانسجه، يكاد يكون معدوم. يعني ايه تهتك في الاجنسه؟ الانسجه كانها كدمه، حاجه بسيطه جدا ما تقلقش الحمد لله. هو انت قريب يا دكتوره نيلي؟ انا والطفل المدلل ده حاجه زي كده. لا مش قرايب، ما نعرفش بعض اصلا، ولو سمحت تكلمي معايا باسلوب احسن من كده. يعني ايه الطفل المدلدل ده؟ المدلل هو معرفه كده جوز بنت خالتي، اهو جايين من بره مصر وجايين ان شاء الله. انا مصدع، عمال اقول لك انا مصدع من ساعه ما احنا كنا في البيت، وانت كل همك الدكتوره ومعادها. طب اتفضل بقى قومي قدامي كده، اتفضل. يقوم يروح فين يا دكتوره نيلي؟ هروح. طب ممكن تستنينا بره شويه؟ تفضلي لو سمحتي. تفضلي لو سمحتي. تفضلي لو سمحتي. انت جيتي بالسفر امتى؟ انا جيت من يومين. يا حبيبتي وجلال؟ ما جاش. ليه؟ في تورونتو عنده شغل كتير قوي. انت قلتي لي مين دي؟ انا فوقية. صح. فوقية؟ 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 قولي لي بقى يا حبيبتي، العيال سامح وسماح صح؟ جم معاكي؟ جم. طب ما جبتهمش ليه؟ ما سامح يا عيني دماغه اتفتحت بس خيطناها يا حبيبي. فانه مستشفى حبيبتي نعمل معاه الواجب. لا انا جبت له الدكتوره، يعني كانت صعبه كده شويه معانا بس اديته حقنه وبقى احسن شويه. ايه اللي كانت صعبه دي؟ مين دي؟ دي بنت خالتي. بنت خالتك؟ ساكنه فين؟ في المانيال. اسمها ايه؟ نيلي. لا يا حبيبتي، نيلي على نفسها. مش علينا. طبعا على نفسها مش علينا. ما تقلقيش، ده احنا هنملص لها ودانها. بقولك انا هعمل واجب مع ابنك سامح ما تعملش مع حد. انا هكلم ميمي ابن عمي جارنا دكتور في الاميري، هياخده معاه يجبسها له في المستشفى، وابقى وريني بقى البت نيلي دي هتورينا وشها ازاي. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.